عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة مستر زراعي لزراعة الأسطح. الفيديو ده إن شاء الله يتم فيه زراعة نبات الأزولة في المنزل. طبعا نبات الأزولة ده بيستخدم بديل للأعلاف، بديل للأعلاف، فأنا حبيت أزرعه هنا ونظرا لغلاء أسعار الأعلاف فهنزرعه. ممكن تزرعه في المنزل، هيوفر لك كتير جدا. وأصحاب المزارع اللي فيها المربين خرفان دجاج بط أي حاجة ممكن يزرعوا النبات ده في المية، وطبعا ما بياخدش مساحات كبيرة خالص ولا بيستخدم لمجهود ولا أي حاجة، وممكن يزرعوه ويبقى كمشروع اقتصادي جميل جدا وممتاز جدا في المنزل. طبعا ده هو نبات الأزولة، والمكان ده هو اللي احنا هنزرعه فيه. طبعا جبت مية خالية من الكلور، دياتي المية دياتي انا كنت حاططها في المكان ده بقالي يومين علشان اي نسبة كلور فيها تتبخر، وجيت رحت حطيتها كده واحط عليها شوية تراب. طبعا الازولة لو عمق 3 سنتي تشتغل فيها لأن ما بيكونش لها جذور كتير، وهحط عليها شوية تراب وهقلب التراب كويس جدا في المية. طبعا التراب ده نظيف يعني متحلل، مفهوش اللي هو قش كتير. وهنيجي نقعد نقلب فيه شوية كده، هفضي كمان شوية، نيجي نقعد نقلب فيه شوية كده. نقلب فيه شوية علشان برضو التربة تبقى تتعامل مع المية والمية تتقلب مع التربة ويكونوا الاتنين مع بعض. هنيجي طبعا لجردل الازولة ده وهناخد منه اهو. طبعا جمع الازولة سهل جدا، انا هوريه لكم. يعني الفيديو ده مش زراعة الازولة بس، زراعة وجمع الازولة. تمام اهو، ناخد شوية كده اهو، ونيجي في الماء بتاعتنا التانية ونروح كده اهو. بس كده انا زرعت الازولة. كمان شوية شوفوا، يعني شوفوا البساطة كده، انا زرعت الازولة. والمية ديت انا كنت ناسي احط لها تربة، فانا هحط لها تربة دلوقتي. فانا هقلب التربة في الارض، والازولة كده كده بتبقى عايمة على الوش. ممكن اهو كده مثلا انت شويه اهوت علشان برضو اقلل الكثافه علشان انا بقلب لها تربه. بس كده اهو، كده انا خلصت وزرعت نبات الازوله في المنزل، يعني يعتبر عملت مزرعه ازوله في المنزل. وان شاء الله في فيديوهات قادمه هعمل احواض كبيره من الازوله دي، هعمل احواض كبيره من الازوله، و ممكن الأزولة دي تتعمل كمشروع، والمشروع ده يبقى مربح جدا وجميل جدا. وإن شاء الله انتظرونا في فيديوهات قادمة على قناة مصر الزراعية لزراعة الأسطح. طبعا نبات الأزولة ده ممكن نحطه في أي مكان ولكن بعيد عن أشعة الشمس الشديدة. ممكن نحطه مثلا تحت صوبة، في الصوبة اللي هي تحت الصرام. ممكن لو مش تحت الصرام عادي نحطه في الشمس المباشرة، ولكن ما يجلوش شمس بتاع بعد الظهر كتير، يعني ما يجلوش شمس كتير، ولو جاله عادي، انما يعني ما نتقلش عليه. وطبعا نبات الازولة ده بيجيله امراض، واول ما اي نبات عندي يتصاب باي مرض، مثلا الازولة تسود، كثافتها تقل، ما تتكسرش كتير كده، ان شاء الله اعمل لكم فيديو مخصص واعرفكم فيه كل حاجة. بس كده ده كان فيديو النهاردة. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس الرمادي ليصلكم كل جديد ان شاء الله. وزبط انت في كل فيديو زراعة في الدنيا نبات على الزراعة. سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.